الشرطة الإسرائيلية تقول بأن هذه التظاهرة غير مرخصة ومن صلاحياتها منع هذه التظاهرة. أولا كقانوني أقول لك أن هذا الادعاء هو ادعاء خاطئ. منذ بضعة أسابيع فقط كان هناك قرار للمحكمة العليا في الإسرائيلية وهي بثت في هذا الموضوع حينما كانت هناك مظاهرات عديدة أمام بيت مستشار القانون للحكومة، وبتت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن مثل هذه الاحتجاجات، عملية الاحتجاج، لا يشرط أن يكون هناك ترخيص من قبل الشرطة. لذلك هذه عملية الاحتجاج التي قامت بها الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة مع بعض التيارات الأخرى في حيفا في يوم الجمعة المنصرم هي عملية احتجاجية قانونية بحت، ولا يلزم هناك أي شرط بأي ترخيص كان. لذلك هذا الادعاء على الخط القانوني هو ادعاء خاطئ، إن لن أكون كاذب. هذا واحد. واثنين لكي أرد هذا هو القانون، ليس أنا هذا هو القانون، ليس هذا ما يقوله. أنا لن أقاطعك، أنا أتكلم في الشكل القانوني، وحينما نتكلم عن القانون أظن أنني في الموقع الصحيح لكي أعطيك الأجوبة الصحيحة. اوكي، لذلك اثنان طويلات وكراسي على الجانب دكتور محور عام. انت لا تريد ان انت لا تريد ان تنصت للجانب القانوني. لا بس أوكي. هو تحدث عن تحدث عن الجانب القانوني، عن الجانب القانوني لكي ارد ما قيل هنا وهو كان شيء خاطئ. اثنان، انت تحدثت عن اي عمل احتجاجي وصفته بالارهابي، وهذا هو الموضوع في اسرائيل. انا اقول انت وصفته بارهابي وتخريبي. قانون مال ارهاب. اوكي، انا اقول ذاك الان. اذا اردت ان تحكي صحيح فاكتب. سأعطيك. انا اقول تفضل سيدي. هكذا نحن نشاهد هذه الايام حاله قلق حقيقيه، حاله قلق من شده عنف الشرطه اتجاه المتظاهرين حينما يمارسوا حق أساسي لهم وهو في تعبير رأيهم.